الحمد لله الذي تلطف بعباده فتعبدهم بالنظافة وعفاد على قلوبهم تذكية لسرائرهم أنوارا والتقى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المستغرق من نور الهدى وأطراف العالمين وأكنافه وعلى آله الطيبين وصاحب الطاهرين صلاة تنجينا بركاتها يوم المخافة وتنتصر جنة بيننا وبين كل آفة عما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشطر الإيمان وقال عليه الصلاة والسلام إن أمتي يدعون يوم القيامة قرة محجلين من آثار الوجوه فمن استدعى منكم أن يطل غرة فليفعل وقال عليه الصلاة والسلام تبلغ الحليات من المؤمنين حيث يبلغ الأزوء وقال عليه الصلاة والسلام مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور وقال عليه الصلاة والسلام من ترك موضع شعيرا من جنابه لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار وقال عليه الصلاة والسلام حين مر قبرين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في قبر أما أحدهما فكان لا يستطر من البول أما الآخر فكان يمشي بالنميمة وفي رواية لا يستنزف من البول وقال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الغائدة فلا تستقبلوها كبلة ولا تستقبلوها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تكون فيه أبدا لا مسجدا وسط على التقوى من أول يوم اليوم حق أن تقفوا فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرون الحمد لله استعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيه فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحموا أمتي بأمتي أبو بكر وشده في عمر الله عمر أسلمه حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد الرسول اللهم اغفر للعباس ووالده مغفرة الله وباتنا لا قوة إلا بالله الله الله في أصحاب لا تتخذهم مردا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم وسلطان ظل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهان الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون السلام
alaykum, peace be unto you. Wa alaykum as-salam, peace be to you.